يعني أدى مباريات في كأس في تصفيات كأس العالم، ولاعب غني عن التعريف في مستوى هذا من ناحية المستوى، لكن من ناحية الأخلاقية جدا خلوق اللاعب، يعني كل قائد في الملعب كابتن بمعنى الكلمة. طبعا يزيد منصوري لاعب غني عن التعريف، كابتن يكن هو يكون كابتن منتخب الجزائر الجيل الذهبي، طبعا انا كل الناس تعتبر الجيل الذهبي للمنتخب الجزائري، هو قائد داخل الملعب وبرا الملعب. طبعا احنا ما حسينا ان اللاعب جديد، صدقني من اول يوم جاء فيه، حتى ان من اول مباراه وديه جميع اللاعبين اصروا انه يعطونه اشاره الكابتن. طبعا هو لاعب يستحق احترام الكل داخل وخارج الملعب. تكلم عنه فنيا، طبعا راح يكون فائده كبيره للفريق وراح يحدث الفارق ان شاء الله، ونتمنى له التوفيق والله يبعد عنه الاصابات ان شاء الله. رغبتي في طي صفحة الدوري الفرنسي كانت كبيرة. يجب العلم أن نادي لوريون عرض علي تمديد العقد والاستمرار في المغامرة، مغامرة استمرت 4 مواسم. درست الاقتراح وقررت في النهاية تغيير الأجواء. أنا رجل يحب التحديات، لقد كانت لي بعض الاتصالات مع أطراف كروية في دبي وقطر، وفضلت الاستقرار بقطر لأن المغامرة هنا أثارت اهتمامي. لقد تحدثت كثيرا في هذا الشأن مع صديقي رفيق صايفي الذي نصحني بمواصلة مشواري في قطر، مادحا البلد ودور النجوم. عندما تقدم مسؤول السيلية بالعرض قبلت دون شهر الصيام أسهل وأفضل مقارنة بفرنسا. هنا النشاط الكروي يبرمج وفق شهر الصيام، نتدرب في المساء بعد الإفطار، العكس في فرنسا نتدرب مرتين في اليوم في الصباح وبعد الظهر، وهي وتيرة صعبة بالنسبة للاعب محترف. خلال شهر الصيام لا يمر يوم دون أن تتلقى دعوة من مواطن جزائري مقيم بقطر، دعوة لإشراكه مائدة الإفطار. تلقيت عدة دعوات خلال الشهر المبارك، رفيق صايفي ساعدنا كثيرا لدى وصولنا إلى قطر وعرفنا على العديد من الأشخاص، وهو ما ساعدنا على الاندماج. رفقة نذير برحاج، صيفي ومجموعة من الجزائريين منهم المهندس والصحفي والإمام. رفقة هذه المجموعة قضى يزيد منصوري أيامه ولياليها رمضانية، أجواء ساعدت على تأقلمه السريع. اكتشفت مع مرور الأيام أماكن رائعة ومناظر خلابة. شكرا على هذه الزيارة، إنها حقا أماكن هادئة يشعر فيها المرء بالراحة والاطمئنان. الأجواء هنا تليق بالعائلات. سلطين وسطيف العالية باليدين.
قلبي قاد يالله هو لفك كيف سهل وفريقك ما يقدر تعنو هو لفك كيف سهل وفريقك هنا قدر تعنو اكتشفت ظهر اليوم جزيرة اللؤلؤة إنها مفاجأة مفاجأة حقا يعجز اللسان عن التعبير والوصف عند مشاهدة مناظر كهذه كل الشروط متوفرة لقضاء أوقات مريحة الهدوء الراحة الأمن الأمان الطمأنينة مناظر خلابة في منتهى الروعة هو الفوق كيف سهل وفرقت إذا قدرت عنه كما ترون منشآت نادي السيلية من الطراز العالي المكاتب الإدارية حيث نتواجد الآن وكذا المرافق الرياضية من الجولة العالية كل شيء جديد كما ترون كل شيء هذا الموسم مستوى المنافسة سيكون عاليا مقارنة بالمواسم الأخيرة لأن الأندية حرصت على دعم صفوفها عدد من اللاعبين الذين خاضوا مغامرة مونديال جنوب إفريقيا التحقوا بمختلف الأندية القطرية لا شك أن مثل هذه الحركة ستثير المزيد من التنافس بين الأندية هذا يؤكد أن قطر تجلب أكثر فأكثر لاعبين من آفاق مختلفة هذا شيء إيجابي تجربة يزيد منصوري مع دور النجوم وتحت ألوان السيلية القطري فتحت له أبواب أخرى المحلل الفني مع قناة الجزيرة الرياضية ترى ماذا يقول يزيد عن هذه التجربة؟ اكتشفت نشاطا جديدا نشاط لم يسبق لي ممارسته من قبل إنها مهنة شائقة كل أسبوع نعيد إجراء المباريات إن صح القول بتحليل أطوارها أشعر بالمتعة وأنا أحلل اللقاءات إنها مغامرة جديدة وتجربة إضافية في مسار الكروي تجربة يزيد منصوري في دور نجوم قطر حتى وإن كانت في بداياتها إلا أنه في وقت قياسي استوعب أن قطر قادرة على استضافة مونديال 2022 لما أظهرته من إمكانيات من منشآت وقدرة على هذه الاستضافة أنا على علم أن قطر تحتضن بانتظام وفي ظروف جيدة عددا من الأحداث الرياضية الهامة في التنس والرياضات الميكانيكية والدراجات الهوائية صحيح أن الحرارة عالية جدا خلال فصل الصيف غير أن هذا لا يبدو عائقا على مسار الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم الساهرون على ملف قطر لديهم الحلول التكنولوجية لمواجهة مشكلة الحرارة شخصيا أعتبر المسافات القصيرة الفاصلة بين الملاعب نعمة في صالح قطر. في حال فوز البلد بحق التنظيم الفرق لن تكون مضطرة لقطع مسافات طويلة لإجراء المباريات كما كان عليه الحال في جنوب إفريقيا أعتقد أن عامل المسافات سيكون إن شاء الله في صالح ملف الترشيح لنهائيات كأس العالم 2022 نجوم من العيار الثقيل في عالمي اللعبة الأكثر شعبية في العالم اختاروا أن يخوضوا تجربة الدوري القطري لكرة القدم اليوم أسماء كذلك من العيار الثقيل تجدونها في دوري النجوم بينها يزيد منصوري مع فريق السيلية لا
لقد قررت طي صفحة المنتخب الوطني، عشت أوقاتا طيبة وأخرى خائبة. أنا راض بمساري برفقة المنتخب، يتعين على أي لاعب طي الصفحة في وقت معين من مشواره. أنا الآن بقطر حيث أخوض مغامرة كروية جديدة ضمن دور النجوم. يزيد منصوري اللاعب القيادي اللاعب الإنسان طوى صفحة منتخب الجزائر بعد مسيرة ذهبية ليفتح صفحة جديدة في ضيافة قطر مع دور نجوم قطر. فإلى المستقبل الجديد. عرض خاص.